لأول مرة منذ بداية الحرب يخرج بايدن بنفسه ليعلن مقترحاً لإنهاء الحرب على غزة بضمانة أمريكية ومصرية وقطرية. يتكون المقترح من 3 مراحل تمتد كل مرحلة منها ل6 أسابيع، تشمل خطة لتبادل الأسرى وانسحاب الجيش وإعادة إعمار القطاع. بايدن قال إن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كالسابع من أكتوبر. دقائق على الخطاب حتى خرجت حماس ببيان لها تقول إنها مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل من غزة، فيما قال مكتب نتنياهو إن الحكومة موحدة في إعادة المحتجزين في أقرب وقت، وإن الحرب لن تنتهي إلا بعودة جميع المحتجزين والقضاء على حماس. لاقى مقترح بايدن ردود فعل مرحبة. وزير خارجية بريطانيا قال إنه يجب اغتنام الفرصة لوضع نهاية للصراع في غزة. المفوضية الأوروبية قالت إن اقتراح بايدن لإنهاء الحرب في غزة متوازن وواقعي، ويجب دعمه من كل الأطراف.